يعني الآليات كنحاولوا ما أمكن باش نجلبوا يعني المستثمرين والمستثمرات باش يجوا يحضروا في هذه المنطقة باش يتعرفوا على المؤهلات والمكونات ديال هذه المنطقة. وكنتمنى بأنه هاد الناس اللي غادي يجوا يحضروا في هذا اللقاء ديال غدا ان شاء الله الاقتصادي باش الاخوان ديال المنطقه يعني يديروا ما يسمى بالبي تو بي ويحاولوا يقنعوهم ويجلبوهم باش يجوا يستثمروا في هذه المنطقه. إيه هذا الفضل كيرجع اولا وقبل كل شيء لسيدنا الله يسره صاحب الجلاله كيعطي واحد عنده واحد العاطفه خاصه على هذه المنطقه. وتأسيس هذه المؤسسة وتكوين هذه المؤسسة هي كتدخل في هذا الإطار باش تدعم وتقوي هذه العلاقات اللي كاينة ما بين هذه المنطقة والمناطق الأخرى. كما لاحظتم السنة الماضية كانوا جميع المناطق اللي حضروا في هذا الملتقى ديال الموسم طنطان باش الساكنة ديال المنطقة يتعرفوا على ما يجري في المناطق الأخرى والجهات الأخرى ديال المنطقة ديال البلاد. اولا كنحاولوا نتقربوا من يعني من الاطفال ومن الشباب لانهم هما مستقبل ديال البلاد ان شاء الله. فغادي نحاولوا نديروا دوره تكوينيه في جميع الميادين لا ثقافيه ولا ديال الرياضيه، لانه غادي نديروا مثلا ان شاء الله بعد غد يوم الاحد مظاهرات على البحر ديال وطيا اللي غادي يكونوا فيها الالعاب الاطفال ديال بيتش فولي ديال الكره وديال. والبارح البارح حضرت توزيع الجوائز على فرق ديال في الباسكت وكانوا كثير ديال الفرق اللي لعبوا منهم فرق ديال الشابات وديال الاطفال الصغار. وكنحاولوا حنا عندنا واحد البرنامج ولكن كتعرفوا بان المؤسسه باقي جديده يلا عندها 3 سنين وعندنا واحد البرنامج يعني طموح ان شاء الله جدا لهذه المنطقه وكل سنه غادي نحاولوا نحسنوه حتى ان شاء الله نوصلوا ديك المبتغى اللي بغينا نوصلوا ليه ان شاء الله. بانه الساكنه في هذه المنطقه قبل ما يعود ينشا هذا الموسم لان كتعرفوا بان هذا الموسم كان توقف اثناء سنين لظروف اللي كتعرفوها كلكم. وملي سيدنا الله ينصرو اراد يعاود انشاء عاوتاني هذا الروح ديال هذا الموسم يعني كلفني باش نعطيو لهذا الموسم نرجعو نعطيو هذيك الروح اللي كانت عنده ولكن ما يبقاش على الصعيد يعني المحلي فقط يولي عنده واحد الاشعاع دولي. وكنظن انه هو اللي كنوصلوا ليه الان بانه كما تلاحظون انه شحال ديال الاجانب كيجيو كل سنه. عندنا اولا ضيف شرف من بلد مره الامارات مره السعوديه مره امريكا تونس هذا العام السنغال والسنه المقبله ان شاء الله غادي يكون عندنا ضيوف اخرين. ولكن الامر ماشي سهل كتعرفوه لانه كاين حساسيات كثيره وخاصنا نكونوا يعني في المستوى خاص كثير ديال يعني النقاش ونتقربوا من هاد الساكنه ومن النواب ومن الاخوان ونساعدوهم باش ان شاء الله حتى هما نمشوا ليد في ليد. هذا هو الهدف ديال المؤسسه باش نخدموا ليد في ليد مع هاد الاخوان كلهم ونوصلوا لهاد الهدف. ماشي سهل وحتى انتوما تقدروا تشاركوا معنا الا عندكم شي افكار ما تزودونا بها مرحبا حنا كنتقبلوا جميع اي الاقتراحات من جميع الانحاء. فلهذا ما عندناش واحد البرنامج اليوم يعني على المدى البعيد لانه يلا جديده المؤسسه عندها 3 سنين ولكن حنا خدامين الان مع الاخوان ومع سميتو النواب ديال المنطقه ومع السلطات المحليه باش كنخططوا واحد البرنامج اللي ان شاء الله غنتمشاو عليه باش تعاود تطلع هذه المنطقه ان شاء الله وتوصل للمستوى اللي بغاها سيدنا الله ان شاء الله.